راحب مشكورة على كل شيء سويتي أمس. ما سويت شيء، أهم شيء إنك بخير. راحب ممكن تكذيني شوي بكلمك؟ أنا أدري إن ظروفنا مو أحسن ظروف، وزواجنا مو أحسن زواج بالعالم. مقدر المجهود اللي تسوينه عشان تنجحين المشروع، بس مشاعر الإنسان مو مرهونة بكمادات حزة المرض ولا بشوربة من إيدك. مشاعر الإنسان صعبة وعنيدة، بالذات إذا كان الإنسان مو مقتنع بالتغيير. أنا أدري إن كلامي قاسي، بس ما بيش تعيشين كذبة أكبر من الكذبة اللي إحنا عايشينها مع بعض. ما بيش تقتنعين أو تظنين إن أنا تحركت مشاعري لو شوي. أنا قلبي مو مايل صوب واحدة، وأنتي عارفة هي منو. بتقدم لك ناصر، بتوافقين؟ فلنفرض اني رضيت بالامر الواقع وهو تقدم لك وانا وافقت، ترضين فيه؟ سلا حبيبتي شفيك؟ ردي. ايش يقول عمتي؟ قولي ردك؟ ما أدري. ماكو شيء اسمه ما أدري. في إي أبي لا ما أبي. ما أدري عمتي يعني كيف تخلص؟ حوسولة شفيك؟ أتكلم عربي أنا. إذا تقدم لك ناصر تبين تتزوجينه ولا ما تبين؟ هاو إي ولا لا؟ لا. خوش شاطرة بني.